أول مرة يخش على الإحلام أو بين أمراض تخش على الحمى الخلعية، الكلام، لسان الأطراف، الأبناء، أمراض هذا في الدواجن نفس الشيء. هذه من الأمور العادية جدا، ولكن ديما نطالب بتنفيذ كبير. يا جماعة الدكتور، وجات في حالة إصابة بالنسبة. والحالات طبعا هي تعتبر خاصة في حالة الشفاء. ولكن معروف المرض هذا يقعد موجود في الحيوان حتى شهر. حامل الشفاء تاع حامل الموت. الأمراض اللي تعتبر سجلت في الفترة الأخيرة أمراض جديدة. ولكن مع هذا ما نهبوش منه وما نخافوش لأننا متعودين كل مرة راهو يتبنى مرض بشهر مرض جديد أعتقد يطعمني. فالطريقة نصبر. فطبعا المفروض من اول حاجات هي تسكير الاسواق، معلش سامحوني الله انتم ما راكم جاوا علينا، العرض الله عندكم للاسف يعني طلعت، ولكن مع هذا ما فيش. وطبعا الدكتور اليوم قال لي انا متاكد وجوده، وجود الفات كان مشتكين فيه بس يعني عارفين عمليه اشتباه بس مش اكيد، لان لما ربنا نطلع ونشخصه ديما اشتباه، من اللي اكد المخطر. اللي جاي هنا وتوصيات، شنو التوصيات اللي تقول؟ حلو احنا توا جايين مرض الحمى الخلعية ما تاكلوا به ومرض الجدر ما تاكلوا به باعتبار موسم، لكن احنا توا نبقوا الرشان الحشرات لان نهاية فصل الصيف بداية الخريف تكثر البرغوث حاجة وردة ومدمرة وواحدة الأول الحشرات الماصة هذه الناقلة هذه توا وقت الواحد من التليريا والمافيزيا والحاجات هذه كلها يا مرض الصفر في جميع انواع حالينا كان احنا نعرفوا كون ما طلعت صبيت تولت عمت الشرق الاوسط تولت عمت الغرب يعني جدنا الامراض من جميع التركيب. طبعا طلبنا احنا ان يتم تزويدنا باسماء اللي هي الادويه نشوف مدى اضرارها على الصحه العامه وعلى المواشي. ايوه واحنا جاهزين من اكثر من شهرين فاتوا. هذه طبعا الوقايه فيها عدد عدد مراحل، احنا حيتم رش بعض الحظائر وبعض المزارع، لكن فيه بتلقى واحد من اصحاب المزارع او في منطقه تلقى فيها ثلاثه جابيات نايلون موقر لدكاتره البعوض الواحد، انا عندي حتى ترشه كل يوم ما فيش. انا كطبيب بيطري نعتبر المرض هذا من اخطر الامراض اللي دخلت لليبيا. لسبب هما لسببين. السبب الأول نسبة انتشاره حوالي نسبة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مبروك المرواص ممثل عن المركز الوطني الصحة الحيوانية ناتي اليوم إلى هذا المكان لعقد اجتماع طارئ بخصوص مرض التهاب الجلد العقدي. ضم هذا الاجتماع منسقي قطاع الزراعة ببلديات جفارة وبالإضافة إلى منطقة النواحي الأربعة، وكان بحضور جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي وجهاز الإصلاح البيئي وعدد من المربين أصحاب المصلحة. تم مناقشة وضع آلية للحد والقضاء على مرض التهاب الجلد العقدي، وهو من أمراض جلدي يصيب الأبقار ويسبب في حالات نفوق ويسبب في حالات إجهاض ويسبب في نقص الإنتاج، وهذا المرض يسبب خسائر اقتصادية كبيرة. اليوم وصلنا إلى عدد من التوصيات، أهمها تعويض المربين عن الخسائر اللي خسروها، بالإضافة إلى توفير التحصينات اللازمة للقضاء على المرض، وكذلك القيام بحملة رش للقضاء على الحشرة الناقلة. وشكراً.